نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآب. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب والحب يعترض اللذات بالآلام. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيرغب عنه ناطق بفمي.
واسمه قسم من أعظم القسم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم اللهم صل وسلم وزد وبارك على عليك سيدي يا حبيبي يا ابا القاسم يا رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا اعلم ان لغتي يعني قد تكون مختلفه فلا يفهمها بعض، لكن لغه القلوب تفهم. فاني اشهد الله اني احبكم في الله، فأقولها لكم بالعربية أحبكم، وبالإندونيسية أكوتشي تكاليان. وأشهد الله أن يعني القلب سعيد مطمئن يرفرف بوجودي معكم، وأبلغكم سلام مصر أهلها والأزهر الشريف. الأزهر يحبكم ومصر وأهلكم يحبونكم، والآن يمشي سويا مع صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكف المصطفى كالورد الهادي. Oh,
خير البلد.